اهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان، ولقاء يتجدد ويوم جديد من ايام شباب على الهواء. النهارده حلقتنا حلقه مميزه جدا، هنتكلم فيها عن طبعا موضوع يعني من الموضوعات الجميله، يعني كتير مننا الحقيقه بيحب وبيستمتع جدا بالاجواء دلوقتي، فصل من الفصول الجميله، فصل الخريف. الجو فيه معتدل ما بين الجو يعني دافئ شويه وبارد شويه، ولكن في النهايه الواحد بيبقى دايما حاسس بان الجو ده من الاجواء اللطيفه جدا جدا. كلنا بنحب الجو ده، بس مش لوحدنا كبشر بنحب الجو ده، الحقيقه في كتير من الكائنات بتحب الجو ده في مصر. فطبعا في الخريف بيبدا موسم هجره الطيور، وربنا انعم على مصر بموقعها الاستراتيجي اللي خلاها مكان لاستضافه الطيور المهاجره. ومصر بتعتبر من اهم المسارات على مستوى العالم للطيور المهاجره. النهارده موضوعنا هيكون متعلق بالموضوع ده، وهنتكلم فيه باستفاضه عن الطيور المهاجره وتميزها، وازاي ان هي بتختار هذا المسار علشان تبقى موجوده في مصر في اوقات محدده. ولكن مش بس ده موضوعنا النهارده، ولكن هيبقى معانا موضوعات ايضا مميزه جدا. اول حاجه هتكون موجوده معانا النهارده وهي الاخبار، اهم الاخبار اللي موجوده والمطروحه على الساحه. وصلنا معاكم دلوقتي للخبر، خبرنا النهارده هو من الاخبار مهمه جدا بخصوص الصحه. الخبر بيقول اطلاق 7 قوافل طبيه ضمن مبادره حياه كريمه، وان اعلنت وزاره الصحه عن اطلاق 7 قوافل طبيه ضمن مبادره حياه كريمه يوم 17 و18 اكتوبر، وده علشان تكشف وتعالج مجانا في عده تخصصات طبيه. واعلنت ان القوافل الطبيه دي هتتجه لمحافظات منها القاهره والشرقيه والدقهليه، الاسماعيليه والبحيره والمنيا، وكمان البحر الاحمر. هو ده الخبر اللي موجود معانا النهارده. واحنا عارفين طبعا بعد مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ايه بقى عندنا اهتمام بالملف الصحي، ولسه هذا الاهتمام بيستمر. صورتنا الايجابيه النهارده هي من الصور المميزه جدا جدا بتخص الاثار، اهميه الحفاظ عليها. صحفي مصري بيفوز بجائزه الاثار بين العرب التشجيعيه للوعي الاثري. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لكم. أعلن الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثار بين العرب عن فوز الصحفي شهاب طارق حافظ محرر شؤون التراث والآثار بجريدة أخبار الأدب بجائزة الاتحاد التشجيعية للوعي الأثري، وأشاد بدوره في الوقوف بجانب الحق في قضايا الآثار. دعم المجلس في رؤيته لحمايه الاثريين وحصوله والاثار طبعا وحصوله على العديد من الجوائز الدوليه تقديرا لدوره العظيم. كمان حصل شهاب طارق على كتير من الجوائز، منها جائزه الصحافه العربيه في نسختها الاخيره لعام 2021 باكسبو دبي عام 2020 عن فئه الشباب. مش بس كده، كمان وجائزه محمد حسنين هيكل للصحافه العربيه لعام 2022. كمان تم تكريمه من صندوق التنميه الثقافيه التابع لوزاره الثقافه المصريه لعام 2022 والاسهاماته في مجال حفظ وصون التراث. من النماذج المشرفه ومن الافكار ايضا المشرفه، وهي ان احنا نحافظ على تراثنا بكل موجوداته بطريقه مميزه زي ما شفنا في صورتنا الايجابيه النهارده. النهارده مكملين معاكم حلقتنا النهارده، واللي قلنا هنتكلم فيها عن عالم الطيور المهاجره. والنهارده استضيف معانا اثنين من الضيوف المميزين جدا والشباب واللي اخذهم هذا واستهواهم هذا الموضوع. معانا النهارده استاذه شيماء يسري، معيده بكليه العلوم بجامعه القاهره وباحثه ماجستير متخصصه بيئيه في الطيور. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. معانا كمان استاذ ايمن الشحات، مصور متخصص في تصوير الحياه البريه. اهلا بيك. اهلا بيك. في بدايه حابه اعرف سبب حبكم الشديد للحياه البريه بشكل عام وبشكل خاص بخصوص موضوع حلقتنا النهارده لحياه الطيور. وانا في الاول اصلا انا يعني اتربيت في المدينه في القاهره في العاصمه، واحنا ما كانش لينا اي تعامل مع الطيور، ما كناش بنشوفها في الشارع كتير. وحتى انا كنت بدرسها في الكليه وما كنتش حابه دراستها قوي لحد ما ابتديت مرحله تمهيدي الماجستير اول ما تعينت. وساعتها اتعرض عليا نقطه بحث من المشرف بتاعي، طب ايه رايك طيب ابحثي عنها. لما دورت قلت لقيت الموضوع لطيف. اول بقى ما نزلت شغل في الفيلد وفي الحقل والتعامل مع الطيور يعني اغرمت بيها.
بقيت بحبها جدا، بقيت بستوحي كتير قوي من السلوكيات بتاعتها في حياتي الشخصيه، اثرت على شخصيتي انا شخصيا. انا كنت متسرعه الاول، دريفن قوي، دلوقتي بقيت اهدى من التعامل مع الطيور، ان انا عشان ارصدها لازم ابقى هاديه، لازم ابقى ساكنه كده في نفسي، فبقيت اهدى، وهي اثرت طبعا على شخصيتي كتير يعني. فده بدايه حب. طيب جه ازاي حبك للحياه البريه او للتصوير على الطيور؟ والله انا بالنسبه لي انا بدات حبي لتصوير الطبيعه بشكل عام، مش بريه بس، انا بصور كل حاجه في الطبيعه. التصوير خدني خطوه خطوه كده للطيور، وبدات ركزت فيها في الفتره الاخيره اكتر حاجه يعني، والبريه بشكل عام بس الطيور اكتر. تمام. لان الطيور هنا حوالينا كتير، واحنا على مسارات الهجره، ف بنلاقي كائنات كتير جميله يعني. تمام. طيب خلينا نسال برضو شيماء، ايه هي الطيور الحوامه او الطيور المهاجره؟ الطيور المهاجره بشكل عام اللي بتيجي عندنا في مصر مش بتبقى طيور حوامه بس، بتتقسم لنوعين، نوع اللي هو الطيور الحوامه زي ما حضرتك قلتي، ونوع تاني الطيور المائيه والعصافير الصغيره وكده. الطيور الحوامه بالذات هي طيور ليها ستايل خاص بيها في الطيران، في الهجره كمان، ان هي بتركب طيارات الهواء السخن الموجوده ما بين الجبال، عشان هي بتبقى طيور كبيره في الحجم وهجرتها بتبقى مسافات طويله، فبتبقى حابه ان هي توفر طاقه، فمش بتبقى عايزه تضرب بجناحاتها كتير، مش بتبقى عايزه ترفرف بجناحاتها، فبتستغل طيارات الهواء السخن اللي بتبقى موجوده ما بين الجبال، على اساس جبال البحر الاحمر والطريق اللي هو بتاع العين السخنه وشرم الشيخ وجبل البحر الاحمر وكده، بتستغل الطيارات السخنه دي ان هي تركب على الطيارات دي وتطير وتقضي رحلتها يعني لحد ما توصل الوجهه بتاعتها. تمام، كويس كده. طيب خلينا نتكلم عن التصوير في البر، مرهق اكتر ولا يعني التصوير بقى في الاحياء المائيه او حاجه زي كده؟ لا، هو التصوير الحياه البريه بشكل عام مجهد جدا، سواء حوالين الميه او في الصحراء يعني. الصحراء طبعا هيبقى مجهد اكتر عشان الحر وطلوع الجبال والرمل، لكن برضو الميه مرهقه، فيها زحلقه وفيها مطبطين طيب. بعض الصور يعني. بعض الصور بتاعتك هي بتتعرض معانا يعني من ده طائر مقيم، ده سلويت اللي طائر مقيم اسمه بلاك كراون نايت هيرون، ده الفرخ بتاعه الصغير. جميل. اللي بعده، اللي بعده ده بؤر دان وحواليه فراشه النمر. صوره من المنصوره، دي من المنصورة، دي كانت المنصورة، دي من المنصورة برضو. يعني عادة بتستغرق منك الصورة عشان تصور مثلا كادرات يعني، مش الصور العادية اللي بنشوفها، لا بنشوف دلوقتي صور مميزة. الهندي اللي فوق واللي تحت جريسفول بارينا. تمام. بتاخد منك قد ايه علشان تخرج صورة كده كادراتها متزنة زي اللي احنا بنشوفها؟ احنا بنقعد في المكان اللي بنصور فيه ده مثلا بالوقت من 3 لـ4 ساعات، سواء فترة الصبح او فتره الليل، دي فتره اللي قبل المغرب بشويه. مع شو وقت الأمر. ما هم بيروحوا يعني، هم بيبتدوا يعششوا في الوقت ده. ده غروب لا ده بلاشون ابيض بس سلوت، ده هزجه القصب الصياحه. دي صوره من البرولوس. طبعا شيماء عارفه كل الحاجات دي. ده الورور ازرق الخد. تمام. ده الجري هيرون او ملك الحزين. مشهور قوي ملك الحزين، ده هو نفسه الطائر نفسه ملك. أيوه. الحزين ليه سموه كده؟ هل ده ليه علاقه بسلوكه؟ يعني يمكن صوته شويه، صوته فيه سنه نواح شويه. صوته فيها نواح شويه. دي درجه طيب المقاس. في كاميرات مخصوصه او بتستخدم معدات مخصوصه، شاترز معينه علشان تلحق تاخد كادر في انعكاس مثلا زي ده؟ كادر في انعكاس زي ده، اولا لازم سرعه الشطر عاليه ويكون المايه هاديه، ونكون الاضاءه عاليه كمان في شمس يعني. يكون في شمس قويه، منتصف الظهيره يعني، مش منتصف الظهيره، بدايه الشروق 8 9 الصبح. عشان الشمس ما تكونش عموديه تقصد؟ بالظبط. بعد كده خلاص بقى يعني، بعد 9 ما فيش تصوير اصلا. 9 ده على شلالات القناطر. كنت لسه في رشيد امبارح ورجع من الرحله صح؟ انا كنت البرولوس ورشيد اول امبارح. انت بتصور ايه بقى يعني الطيور الموجوده بقى دلوقتي؟ شيماء ده تخصص. الطيور الموجوده دلوقتي بقى في معانا شويه منهم موجود. فتره الخريف احنا موجودين فيها دلوقتي، ويمكن
في مجموعه بقى من الطيور أوكي. اللي بتيجي على مصر لان مصر بتعتبر من المسارات الاساسيه ليها. تمام. زي ايه وايه؟ هي في مجموعات كتيره قوي يعني. يعني هو كان بيقول ان هو في البرولوس صح كده امبارح او اول امبارح وعلى طول الساحل الشمالي فيه. ايه اللي موجود بقى دلوقتي؟ هو في مجموعه كبيره قوي لو هنتكلم على طول الساحل الشمالي ففي اللي هي الخوضات الصغيره واللي بنسميهم الويدرز دول بيجوا في اواخر 8 كده وبيقعدوا فصل الخريف كله. في طبعا الطيور اللي هي الشور بيردز اللي بتبقى قاعده على الشط بتاع اي بحيره او اي بحر زي النوارس زي الخطفات زي الهيرونز او اللي هم كم نوع بيمر على مصر تقريبا؟ مهاجر حوالي يعني 350 نوع لكن طبعا قابلين للزيادة لان كل فترة بيترصد نوع مهاجر جديد يعني ما اترصدش قبل كده سواء في مصر او في مكان معين يعني. تمام. في صور، هي دي الصور بتاعتك شيماء؟ اشرح لنا كده بقى دي ايه ودي ايه؟ دي البلاك كايت او الحداية دي هنا في القاهرة، ده مقيم، ده العصفور الدوري، دي الفراخ بتاعت النورس القرقطي موجودة في الجزيرة. أمال السمان ليه فترة هجرة؟ هو ده شبه السمان قوي. لا ده مش سمان، ده نورس قرقطي، ده صغير، ده فرخ. فرخ النورس ده بيبقى موجود على جزيرة الأرن في الفيوم في بحيرة قارون. تمام. اللي بعده صاروا من هناك يعني. أمال السمان بيجي امتى؟ برضه في الفترة دي دلوقتي. في الخريف. أيوه. مهاجر خريف. مهاجر في الخريف. ده طيب. أبو أردان. أبو أردان. أيوه. تمام. أنت بقى بحكم الشغل بتاعك بتبقي بتنزلي وبتصوري ده بنفسك؟ هو أنا كان لازم أصور لأن أنا الشغل بتاعي كان شغل رصد على طول بحيرة قارون كلها، بنرصد الأنواع ونعدها وكده، فكان لازم التصوير كانت لازم أداة أساسية معايا عشان لو في لو في نوع جديد أقدر أسجله. الأعداد لأن ساعات بتبقى الظروف مش في صالحي قوي لأن أنا أقدر أسجل كل حاجة فبرجع للصور بعد كده. تمام. طب عايزين نعرف مسارات الهجرة في مصر وتوقيتها. أوكي. إحنا عندنا في مصر مسارين، مسار على طول السواحل بنسميه المسار الافرو اسيوي او الافريكان ايجن، ده الطيور بتيجي اغلبهم بتبقى الطيور المائيه واللي هي الشور بيردز اللي انا قلت حضرتك عليها اللي هي طيور الشواطئ، بتيجي على طول الساحل الشمالي بتاع مصر يعني اتجاها بقى للجنوب ناحيه اسوان والاقصر والحتت دي لو هتقعد في اسوان والاقصر او لو هتكمل بقى لجنوب افريقيا بعد كده. المسار الثاني بنسميه البلاك سي ميديترينيان، المسار من ناحيه البحر الاسود، دي بتبقى اغلب الطيور في المسارين بتبقى جايه من اوروبا ومن اسيا. مرورا بقى بمصر سواء هتقعد فيها في وقت الشتاء او في الربيع او هتنزل تحت الجنوب افريقيا. المسار اللي هو الثاني ده بيبقى ناحيه سلسله جبال البحر الاحمر ناحيه العين السخنه وشرم الشيخ والحتت دي، ودي بتبقى في الغالب الطيور اللي هي الحوامه، الطيور الكبيره زي البجع الابيض واللقلق، والطيور طبعا اللي هي الجوارح. تمام. اهم الاماكن بقى اللي بتحرص عليها ان انت تروح تصور فيها في وقت الهجره زي فين مثلا؟ حاليا انا ركزت قوي على مسارات الهجره اللي حواليها على البحر الابيض، يعني اللي هو على الساحل الشمالي، عندي البرولوس، عندي رشيد، عندي دمياط، عندي المنصوره فيها شويه بس يعني المنصوره بره ناحيه الدولي بس. طبعا موجود حاليا في مطروح وفي صيد هناك دلوقتي. ايوه. وفي السلوم وطول الساحل فوق بقى، كل الساحل فوق فيه. تمام. طب شيماء انت زي ما قلنا ان انت باحثة وبترصدي الكلام ده كله، في اماكن انت روحتي اليها زي فين وفين؟ انا شغلي كان كله على بحيرة قارون، فكنت بطلع تقريبا زيارة حقلية كل شهر، كنا بنطلع من الساعة 5:30 من القاهرة هنا يعني عشان نقدر نلحق الأوقات بتاعة الطيور. وبعد كده رحت بقى رحلات تصويرية في القناطر، رحت رحلة هناك ورحت اتدربت في هيئة الطاقة الجديدة المتجددة في الجبل الزيت في البحر الأحمر يعني، وهناك اتدربت على الجوارح بشكل عام والطيور الحوامة أكتر يعني. طب خليني أسألكم سؤال مهم جدا، يعني فكرة إن في طيور من دول ممكن يبقى طيور نادرة، يعني انا استوقفتني بس كلمه قالها ايه من ان احنا في صيد، هل بنصطاد اللي هي الطيور المهاجره دي او بعض انواعها ممكن نصطادها؟ اوصي ام داي اهو بيقول لك لا. انا حاطط صور على فكره بتكلم الموضوع ده في الصور اللي انا حاططها. طيب خلينا نتكلم في الموضوع ده باستفاضه يعني. وبرده في نقطه ثانيه عايزه اتكلم فيها، هل ممكن ان احنا مصر كمسار للطيور المهاجره هل نقدر نستفيد بده؟
يعني هنقدر نستفيد بده بشكل او باخر. ده البيرد ووتشنج سياحه لوحدها. سياحه لوحدها. سياحه لوحدها. دي حقيقه. تمام. طيب قولي بقى على موضوع الصيد، كلمني. موضوع الصيد، احنا عندنا مشكله في الصيد هنا بالذات الصيد اليمامي الامري. اليمام الامري على طول الساحل دلوقتي موجود. الامري اللي هو الاسود ده اللي رقبته ملونه؟ لا، المقط اللي هو الصغير اللي فيه في ظهره نقط بني كتير. وهو شكله جميل قوي، الطائر شكله جميل. في الصوره اللي انا حاططها فيه صوره ليه. ده بيتفخخ له في على طول الساحل الشمالي كله، بالذات في مطروح. طب بيتعمل بيه؟ اكله مهمه جدا في مطروح، بيطرح لها سفر عشان ياكلوه. يا سلام. والله، بس يعني مثلا الواحد عشان ياكل ويشبع منه محتاج له 4 5، فخلاص احنا بنقضي على سلاله مثلا. يعني لو وصل الوضع في الصيد المستمر دي نوع من انواع الامري. لا، دي نوع من انواع الامري اسمها المطوقه، دي بتجي على البحر الاحمر بس. وفي الصيف مش دلوقتي. دي في الهجره الثانيه، هجره الربيع اللي بينزلوا في الصيف. دي قلاعي احمر او حميراء. ده مهاجر برضو، ده مرصوده في دمياط. في الحديقه بتاعت دمياط الجديده. امال في طائر برضو بيتاكل؟ السمان بقى والامري دلوقتي. لا، في طائر اسود. اسود تماما. ما هي الفرخه القمامه. لا، لونه اسود والمنقار بتاعه احمر تقريبا. ايوه، هي فرخه الغيطان. اسمها ايه؟ بيسموها فرخه الغيطان او دلكه الماء. والله يعني هي اسمها فرخه الغيطان. ده البلبل الشائع. بيقولوا ان اللي هي الفرخ الطائر الاسود ده، بيقولوا ان هو يعني بيشفي ومش عارف بيعمل ايه. لا، والبط احنا عندنا برضه هجره بط. البط بيتعمل له مذابح كل سنه. طب انت يعني معترض على ايه؟ لا، هو الفكره ان لا، هو مش حرام ان انا اصطاد. لكن حرام ان انا اصطاد حاجه نادره. او حاجه نادره. اصطاد اقضي سلاله يعني الامري بالذات يعني بالوضع اللي احنا فيه ده هيختفي. طيب اكيد شيماء، انت خلال بحثك انت عملتي يعني زي رصد لبعض الانواع اللي ممكن ان هي تتعرض للانقراض. زي ايه مثلا ممكن معرض للانقراض؟ هو عموما مش فتره بحثي بس، يعني عموما في مصر في النسر المصري او الايجيبشن فالتشر، ده من اكثر الانواع المعرضه للانقراض، ده نتيجه برضو لموضوع الصيد ده. وفي انواع بقى زي انواع الصقور، زي الشاهين والشويهن وصقر الغروب، والحاجات دي كلها برضو مهدده للانقراض بسبب الصيد. حضرتك طبعا عارفه ان البدو بيحبوا يصطادوا الصقور جدا. بس فهي دي اغلب الانواع، يعني اغلب الانواع بتبقى مهدده بالانقراض قوي هي الجوارح بشكل عام، لان طبعا العرب بيحبوا الفخر بموضوع الجوارح والصقور وكده، فبيصطادوها من عندنا وبتتورد لهم هناك يعني. فهم دي اغلب الفصائل المهدده بالانقراض. تمام. الصورة دي بتاعت مين بقى فيكم؟ بتاعتي. طيب ايه دي؟ ده ريف هيرون في مرسى علم اللي هو بلاشون الصخر. ده مهاجر. هو معلش عشان مش شايفه كويس، هو شبه الفلامينجو او وقفته شبه الفلامينجو صح؟ يعني شويه في الوقف. وفي طريقة الصيد كمان. انه بيصطاد في الماء الضحل. ممكن يبقى بنفس السلسلة يعني السلالة بتاعته. لا، ده هيرون بلاشون. حاجة تانية. ده هدهد. ده هدهد مهاجر بالمناسبة في الخريف اللي احنا فيه ده. مش الهدهد المقيم. لأن هما شكل بعض بالظبط. تمام. طيب الصور، هسألكوا سؤال ليكم انتوا الاثنين. الصور، اكتر الصور اللي انتوا صورتوها واكتر صوره انتوا صورتوها مش ممكن تنسوها ابدا، وكان ليها يعني انت كنت فخور بيها او انت كنت فخوره بيها؟ اتفضلي. هتيجي دلوقتي الصوره، اكتر صوره انا فخور بيها ليها قصه معاك يعني. اللي هي اول مره اصور طائر وهو بياكل السمكه، والسمكه طايره في الهواء. لقطه مميزه. طيب. لا، وكل العصافير الصغيره دي المهاجره، ودي من الصور اللي انا مصورها من يومين. تقصد العناصر المتحركه؟ كل المتحرك بتبقى طبعا. بالنسبه لك لقطات ما تتنسيش لانها صعبه. صعبه جدا. بيتم التعديل على الصور دي ولا دي صوره طبيعيه؟ هي صوره طبيعيه، لان احنا ما ينفعش نغير لون الطائر، لكن احنا بنعمل تعديل على الصوره على الكونتراست والالوان عشان تبان. تمام. طيب شيماء، هو انا من اكتر الصور اللي بحبها بصراحه صوره الفلامينجو. انا المفروض كنت يعني كانت اتعرضت موجودة. يعني لو موجوده صوره الفلامينجو بتاعت شيماء موجوده معانا برضو. هي صوره الفلامينجو دي من الصور المحببه لقلبي. هو الفلامينجو موجود في الفيوم وفي بورسعيد، وهو واقف في مكانه ما فيهوش اي. موجود في بورسعيد فين؟ موجود في بورسعيد عند الملاحات اعتقد، في بور فؤاد. فعلا؟ موجود في الفيوم. الفلامينجو كائن حساس قوي، يعني انت لو قربتي منه خطوتين مثلا تلاقيه طار على طول. الصوره اللي انا بعتها دي من اقرب صور لقلبي، لان انا بعد ما صورتها وبعدلها اكتشفت ان هو في رجل من رجلينه الاثنين مقطوعه مبتوره. فبحبها جدا بصراحه يعني. هو برضو من ده وقت الهجره بتاعته صح كده؟
ولا هو مكانه في بورسعيد؟ لا لا مهاجر. لا مهاجر. مهاجر. هو مهاجر ده وقت الهجره بتاعه. هو في الموسم ده هو ده ابو منجل. لا ده ابو منجل اللامع ده مقيم. هو الفلامينجو لونه بينك. انا بقول برضه ده بلشون الليل بس الصغير في السن اليافع ده البلشون. نستعرض الصور بشكل اوضح اهو نشوفها دلوقتي. ده ايه؟ ده السكواكو هيرون البلشون الذهبي او بلشون البحيرات. وده بالفصاد الاصفر. ده بالفصاد الاصفر. وده النورس القرقطي ستاندر. ده سبيرنج اللابوين. ايه اللي في الانواع؟ ده النادورج بتاع الطيور. ايوه بالظبط. بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ايه النادورج؟ ده اللي التصوير كله. ليه بقى ده الفلامينجو اهو. هي بس دي مش دي الصوره اللي انا بتكلم عنها. ده الفلامينجو. ده كان اللي من تحت ده اللي من فوق الجيفونايل او اللي هو صغير في السن ومن تحت كبير في السن. طب انا عايز الوان. هو عاده بيبقى طاير ولا بيبقى واقف ومستقر في الميه؟ لا لا بيبقى واقف مستقر. لو حد قرب وازعجه بيطير. بيطير. ده البلشون الابيض او الليتل ايجريت. بيعمل ايه بقى المراقب النادورجي؟ النادورجي ساعات ما بيحس بوجود بشر اصلا بيسيح ويطير. بشر بس ولا اي كائن تاني؟ اي حاجه ممكن تهاجم الطير. بيصيح ويطير. هو بلغهم كلهم. ليه منطقه نفوذه يعني المنطقه اللي بيبقى موجود فيها بيسيطر على الحته اللي حواليه. بالظبط كده. اسمه زقزاء العربي. زقزاء العربي او البلدي. سبيرنج اللابوينج او شوك الجراح. ده عصفور دوري. ده الفرخ اللي اتكلمنا عليه. ده فرخ النورس. وانا مش شايفه الصوره. جميل جدا جدا الحقيقه يعني من الصور الجميله اللي كانت موجوده معانا النهارده. يعني الحقيقه انا بشكركم جدا على المجهود المميز اللي انتم عملتوه. وعندنا يمكن يعني مجموعه كبيره وعريضه من الاسئله عشان هو ده عالم مليان بالاسئله الحقيقه. يعني كنت عايزه اتكلم معاكم اكتر واكتر في موضوع النادورجي بقى والحاجات المسميات ما بعد المسمى الطبيعي بتاعه. هو بيسمينا نادورجي عشان بيزعجنا احنا واحنا بنصور. ايوه ايوه. انا بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله والنجاح في المجال بتاعكم. وبشكركم جدا جدا على المعلومات القيمه اللي قدمتوها لنا النهارده في برنامجنا برنامج شباب على الهواء. شكرا لكم. شكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا النهارده في حلقتنا من برنامجنا برنامج شباب على الهواء. وان شاء الله القاكم الثلاثاء المقبل.